السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للحصة الرابعة من الدرس الأول المندرج من الأسبوع الأول من الوحدة الرابعة، تعرف خاصية الضرب في 3 و 4، la multiplication par 3 et 4، المرجع في الرياضيات للمستوى الثاني. أكمل وأستعين بالتربيعات عند الضرورة، ثم أضع علامة صحيح جانب الإجابة التي أحفظها. اذا 4 في 3، هنا الاجابه اللي كتحفظوها غديروا حداها صحيح، اذا توضعوا صحيح في هذا المكان، واللي ما كتحفظوهاش تخليوها فارغه او ديروا كروه. اذا 4 في 3 12، 3 في 5 15، 4 في 5 20، 3 في 6 18، 4 في 0 ماذا قلنا؟ اي عدد كنضربو في صفر كيعطينا صفر. 3 في 8 24، 4 في 9 36، 3 في 4 12، 3 في 2 6، 4 في 4 16، 3 في 3 9، 4 في 1 4، 4 في 7 28، 3 في 8، 3 في 8 هي 8 في 3، 24، 3 في 9 27، 4 في 2 8. اذا كتوضعوا علامة صحيح قدام ما تحفظون الاجابة اللي كتحفظوها. افكر، اشترى باسو 8 أقلام، ثمن الواحد 4 دراهم، إذا باسو شرى 8 الأقلام، كل قلم كيساوي 4 دراهم. أما إطو شرت 9 ديال الضفاتر، ثمن الواحد 3 دراهم، إطو شرت 9 ديال الضفاتر، ثمن الواحد 3 دراهم. اشترى أحمد 7 قصص، إذا 7 القصص شراهم أحمد، ثمن الواحدة 4 دراهم، كم أدى كل واحد منهم بالدرهم؟ أكتب العملية المناسبة وأحسب. إذا باسو 8 ديال الأقلام، 8 ب4 دراهم الواحد، إذا 8 في 4، إذا 8 في 4 أو 4 في 8، 32، إذا أدى باسو 32 درهما. إطو 9 ديال الضفاتر، كل ضفتر 3 دراهم، إذا 3 في 9، 3 في 9 هي قلنا شحال، 3 في 9 27، 27. أحمد اشترى 7 قصص، ثمن الواحدة 4 دراهم، إذا 4 في 7، 4 في 7 28. أصل كل رسم بالجداء المناسب وأحسب. إذا الرسم الأول لاحظوا معايا، 2 في 3 أو 3 في 2، إذا كل مجموعة فيها 3، وعندي جوج المجموعات هي 3 في 2 أو 2 في 3، إذا غنديرو نصلوها ب2 في 3 ونصلوها ب3 في 2. الجداء الثاني عندي هنايا التمثيل ديالو، عندي كل مجموعة فيها 1 2 3 4، 4 ديال المجموعات هي 4 في 3 أو 3 في 4، 4 في 3 أو 3 في 4، إذا 3 3، 1 جوج 3، في 1 2 3، 4 في 4 أو 4 في 3، إذا 3 في 4، 4 في 3. إذا المجموعة الأخيرة عندي 1 2 3، 3 ديال الكريات كل مجموعة، كل واش هاد المجموعات 1 2 3 4، 4 ديال المجموعات، إذا 4 في 3 أو 3 في 4 نفس الشيء كما قلنا، جدول الضرب تبادلي. إذا عندي هنا 2 1 2 في 4، 2 في 4، 2 في 4، 2 في 4، إذا هنا 2 في 3 أو 3 في 2، 2 في 3، إذا 4 في 2، 4 في 2، إذا 4 في 2 8، 2 في 3 6، 3 في 2 6، لأن 6 في 2 جوج 3 هي 3 في جوج،
3 في 4 12، اثنان في 4 8، 4 في 3 12، لان 3 في 4 هي 4 في 3 12. امثل برسم كما في المثال، عندي هنا 2 في 5، اذا 2 5 مرات، 5 5 10، 3 في 5 اذا 3 5 مرات، اذا 1 2 3 4 5، وكل مجموعة فيها 3 ديال الأقراص، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3، إذا 3 في 5 15، 5 في 4 إذا 5 4 مرات، إذا 1 2 3 4 5، إذا 5 4 مرات، وكل مجموعة فيها 4 بعض الأقراص، 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4، 5 في 4 إذن 20، 4 8 12 16 20، 2 في 3 إذن 2 3 مرات، إذن 1 2 3، وكل مجموعة فيها جوج ديال الأقراص، 1 2 1 2 1 2، إذا 2 في 3 6. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.